كونسي شنو هو التكنيك ديالو كنتظروا القرار ديال السيد وكيل بين واحد العدد المعطيات اللي كتجعل الملف كما قلت بالامس الى تمت هذه المحاكمه ستكون فضيحه ايام ولكن الوكيل العام مازال ما خبرناش اساتيد الوكيل العام هو اللي غيقود القرار شويه الميكرو هذا الشيء من بعد القرار الوكيل العام كنت